ورحمة الله وبركاته، مباركين إن شاء الله بالمولد النبوي وبمولد حفيده اليوم الصادق. سوف أقرأ إن شاء الله من بداية الآية 38 من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان
محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يا أيها النبي
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا و
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله.